ومعنا. مشاهدينا الكرام، صباح الخير، صباح مليء بالأمل والتفاؤل إن شاء الله. متواجدين في الجامعة الألمانية لحضور وتغطية ندوة بعنوان الشباب والسلام في عالم متناقض، بحضور نخبة من السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين لقراءة التحديات والشباب. تابعونا. هاي المناسبة لتعزيز ثقافة السلام بين الشباب. احنا بحاجة لهذه الثقافة بعد الكثير من المظاهر اللي احنا عم بنشاهدها. مهم جدا انه الشباب يكتسبوا هذه الثقافة ويمارسوها من خلال سلوكياتهم ويعززوا على القواسم المشتركة والابتعاد عن كل ما من شأنه انه يجعل منهم متطرفين وغير متقبلين للآخر. الحقيقة اليوم الندوة كانت جدا قيمة وبحثت في جلستين. الجلسة الأولى كان في هناك حديث عن التحديات المختلفة اللي بتواجه نشر هذه الثقافة، والجلسة الثانية كانت عن دور المؤسسات التي لها دور في تمكين وتأهيل الشباب من أن يكونوا فاعلين وحراس وسفراء للسلام. لا شك أن الإعلام بيلعب دور مهم، أو يجب أن يلعب دور مهم في نشر ثقافة السلام. وأول شيء يجب أن يقوم به الإعلام في هذا المجال هو أن يعي دوره، أن يعي أن عليه مسؤوليات لنشر هذه الثقافة وتوضيح أيضا الالتباس الذي يكتنف هذه الثقافة. في كثير من الناس عندما تقول لهم ثقافة السلام يختلط الأمر عندهم بأن نتحدث عن الاستسلام أو عن التفريط بالحقوق، فتوضيح المفهوم أمر مهم جدا. ثم يجب أن تكون هناك مدونات سلوك لضبط أداء وسائل الإعلام من حيث نشر ثقافة العنف ربما دون وعي، من خلال الأفلام، من خلال الفيديوهات، من خلال حتى الأخبار. أنا سعدت يعني اليوم بصفتي رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية في مجلس النواب الأردني بالمشاركة في هذه الورشة الحوارية اللي تحدثت عن ثقافة السلام بشكل عام ودور المؤسسات المختلفة، سواء المؤسسات البرلمانية أو الحكومية أو المؤسسات الإعلامية أو الجامعات في نشر هذه الثقافة. يعني كان لي مشاركة مهمة جدا في دور البرلمان سواء في مجال التشريع أو في مجال الرقابة، وأيضا دور الرافد الشعبي ابتداء في اختيار أعضاء مجلس النواب، وكيف بدنا نخلق فعلا ثقافة الخلاف وثقافة الحوار فيما بيننا ودون أن يسيء بعضنا إلى البعض الآخر، بالإضافة إلى الدور التشريعي المهم اللي هو بيحافظ على حقوق وحريات الناس رغم اختلافهم. جرى التعريج بشكل مفصل على الحياة الاقتصادية بشكل عام ودورها في تحقيق السلام للدولة. في هذه الندوة تم طرح مبادئ رئيسية، أهمها أن على الشباب أن يعمل كل في مجاله حتى نستطيع أن نرتقي بالاقتصاد الوطني، وبالتالي ينعكس هذا على الدولة بشكل عام. دولة قوية اقتصاديا تستطيع أن تحقق السلام لنفسها، ودولة ضعيفة لا تستطيع أن تحقق ذلك. كان دوري أحكي، وأنا حكيت عن السوشيال ميديا وأهمية أنه يكون موجود في المدارس وفي الجامعات وتدريسه، وخصوصا موضوع الجرائم الإلكترونية. كمواطنين نعرف شو حقنا وشو واجبنا وإيش لازم نتفاداه عشان ما نوقع بهاي المشكلة. كان الدور بتعلق بالتحدي الاجتماعي اللي بواجه السلام أو ثقافة السلام إذا صح التعبير. تحدثنا عن بعض المظاهر السلبية اللي بيعاني منها مجتمعنا للأسف، مثل التعصب، مثل التطرف الفكري إذا صح التعبير، عندك العنف اللفظي، العنف الجسدي، التنمر في المدارس والكثير من القضايا. بما
أن اليوم جمعتنا مع مجموعة من الخبراء والمختصين حول موضوع السلام وكيفية نشره والتحديات اللي بنواجهها وشو دورنا إحنا كطلاب بأنه نشارك ونساهم فيها، فإحنا بنحتاج كتير بهاي الندوات وبنشكر الجامعة وبنشكر اللجنة اللي إجت وبنتمنى أنه يكثروا من هاي الفعاليات وهاي الندوات لأنها كتير مهمة وكتير بتوعي الطلاب بهاي المواضيع. هاي الندوة بتتحدث عن السلام وعن أهمية السلام كمبدأ مهم جدا للشباب لبناء المجتمع. الندوات كل فترة بتصير عنا جدا مهمة لبناء مجتمع شبابي كمجتمع الأردن. مجتمع الأردن متميز إنه مجتمع شاب، فجدا مهمة هاي الندوة.